السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا اليوم مراجعة لموضوع النسبة والتناسب والمعدل. في الأول يعني إيه نسبة؟ النسبة هي مقارنة بين كميتين، أقارن بين شيئين. يعني مثلا أقول نسبة الأقلام إلى الكتب هي كذا، يعني كل 3 كتب يقابلهم مثلا قلم واحد أو وهكذا. يبقى النسبة هي مقارنة بين شيئين باستخدام القسمة أو باستخدام شرط الكسر. يبقى دائما النسبة إحنا بنستخدم فيها إما شرطة الكسر، مثلا أقول 4 على 5، يعني كل 4 حبات يقابلهم 5 من الكتب، من الدفاتر، من أي شيء. يبقى هي مقارنة، أو ممكن نكتبها كده، نكتبها 4 ونقطتين فوق بعض وكده 5، برضو تقرأ 4 إلى 5، سواء 4 على 5 أو 4 إلى 5، تعبر عن حاجة اسمها النسبة. تمام. طيب نشوف المسائل اللي مكتوبة. يقول لي إذا كان لدى أحمد 6 دفاتر، خلاص 6، و3 أقلام، يبقى الأقلام 3، فإن عدد الأقلام إلى عدد الدفاتر تكتب كنسبة مئوية. انتبه للحتة دي لأن فيها إيه، فيها لعب. هو بادئ بالأقلام مش بالدفاتر. تكتب كنسبة مئوية براحتي، أقدر أكتبها في صورة كسر، بس أبدأ بالأقلام، يعني أكتب 3 فوق وأكتب 6 تحت، أو أقدر أكتبها 3 إلى 6 كده، نقطتين فوق بعض 6، براحتي بكيفي. لكن لو أنا كتبتها في صورة كسر ما في مشكلة. طيب يفضل التبسيط. التبسيط إزاي؟ يعني لو قسمت 3 على نفسها، 3 على 3 فعل 1، وقسمت 6 على 3 فعل 2، يبقى 1 إلى 2. طيب لو شرحت معناها، ما معنى هذه النسبة؟ معناها إن كل قلم يقابله دفترين. كل قلم يقابله دفترين. طيب المسألة الثانية بتتكلم عن المعدل. يقول لي إذا كان محمد يقرأ كم صفحة؟ 10 صفحات في كتاب، من كتاب، في يومين. ما معدل الوحدة؟ أو فإن معدل الوحدة، معدل الوحدة يعني أنا عاوز في اليوم الواحد يقرأ كم صفحة. أنا سامي واحد بيقول لي 5 صفحات، كلام صحيح، بس إحنا خلينا نقسمها إزاي. نخليها برضو 10 على 2، نقسم على 2، 10 على 2 فيها 5، واثنين على 2 فيها 1، صارت 5 على 1 ايه؟ صفحة لكل يوم. الشرطة المائلة دي معناها لكل يوم، معناها الأخ هذا، الأخ محمد، بيقرأ 5 صفحات في اليوم الواحد، بيقرأ 5 صفحات في اليوم الواحد. تمام؟ طيب ده يعتبر الجزء الأول من المراجعة بتاعتنا. الجزء الثاني حل التناسبات. كلمة حل التناسب معناها إيجاد قيمة المجهول. فبالنسبة لي في رقم 1 المجهول هو سين. كيف أجيب قيمة سين؟ كيف أجيب قيمة سين؟ أشوف المعلوم عندي، 4 أصبحت 8، يبقى ضربت في 2، يبقى ضربت في 2. كذلك أشوف وش العدد اللي إذا ضرب في 2 يعطيني الناتج 6. إيش العدد اللي إذا ضرب في 2 يعطيني الناتج 6؟ أكيد 3. لذلك نقول حل التناسب إنك تقول سين تساوي 3، جت منين 3؟ اللي هو العدد اللي يضرب في 2 يعطيني 6، يبقى قيمة سين تساوي 3. طيب اللي بعدها الصاد هي المجهولة، عاوز أعرف قيمة صاد عشان أحل التناسب، معناها أجيب قيمة الحرف أو أجيب قيمة المجهول الصاد. طيب هلاحظ اني لو خدتها بالعكس احسن، يعني اشوف 3 أصبحت 15، يبقى ضربناها في 5. كذلك 4 اعمل فيها ايه اللي سويته للبسط، سويه للمقام، يعني اضربها في 5. طب اذا ضربت فوق في 7 يبقى اضرب في 7 تحت، اذا ضربت في 3 يبقى اضرب في 3 تحت. طيب احنا ضربنا في 5 عشان تبقى 15، يبقى نضرب 4 في 5 تعطيني 20، 4 ضرب 5 يعطيني 20، يعني قيمة الصاد تساوي 20. وده اللي احنا بنسميه حل التناسب. وحل التناسب بيكون بالضرب او بالقسمة فقط. عشان اجيب المجهول ممكن استخدم الضرب او استخدم القسمة. تمام؟ بكده احنا نكون خلصنا المراجعة اللي احنا عاوزينها. اتمنى الناس تكون فهمت وراجعت معايا. اتمنى حل الواجب. الواجب هجيبه على حل التناسب فقط، يعني حل التناسب رقم 1 ورقم 2. اتمنى ان الجميع يشارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.